بص بصراحة أنا ترددت كتير جدا وناقشت الموضوع ده أنا وزمايلي أكتر من مرة قبل ما نقرر نتكلم في الموضوع ده، الموضوع اللي شغل بال ملايين من المصريين خلال الكام يوم اللي فاتوا. طبعا حضراتكم بتسألوا دلوقتي يا ترى إيه الموضوع ده يعني؟ يعني مثلا هل هو مرتبط بمشروعات قومية جديدة اللي الدولة بتعملها؟ طب هل هو مرتبط بطريق جديد؟ طب هل هو مرتبط بانه اهالينا مثلا اللي كانوا ساكنين في العشوائيات بقوا في اماكن تحفه وجميله؟ طب هل هو مرتبط بانتاجنا من المشروعات؟ طب هل هو مرتبط بالسلع؟ هل هو مرتبط بقضيه التعليم ولا الصحه؟ ما هي دي الموضوعات اللي المفروض او اللي احنا دايما بناخدها في كل كلامنا الصبح، او هي دي امور حياتنا اللي المفروض المهمه او اللي تستحق انها تكون ذات اهميه بالنسبه لنا. لكن للاسف الموضوع في الاخر اللي احنا هنناقشه مع حضراتكم هو موضوع اللي بيقولوا عليه مطرب صاحب الاغنيه الشهيره رب الكون ميزنا بميزه، ايوه حمو بيكا، وخناقته مع زميله مجدي شطه. طيب طبعا هو اسم حمو اسم مش غريب علينا، يعني احنا سمعناه كتير، بس انا كان معرفتي بالاسم ده زي السكر كده، لسان الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل لما قالت في مسلسل الراية البيضاء الإبداع، فاكرة ما كانت بتقول ولا حمو التمساح يالا؟ دلوقتي احنا هنقول ولا حمو الترند يالا. ده كان علاقتي بالاسم ده. أنا سبعة طبعا اللي قاعدين قدام تلفزيون أو اللي بيشوفونا أونلاين بيقولوا لي حتى أنت يا أسماء؟ حتى أنت هتتكلمي في الموضوع ده؟ لانه طبعا في اتهامات للصحافه والاعلام ان احنا اللي بندي النوعيه دي او النوع ده من المطربين الانتشار. الحاله والله احنا مظلومين، احنا لقيناهم ترند، والله احنا لقيناهم كده، احنا صحينا من النوم لقيناهم ترند، فاحنا مش احنا اللي ماسكين السوشيال ميديا. وعشان اكون صريحه معاكم، او سبب طرحي للقضيه دي ان في تساؤلات اهم من الخناقه اللي بين الاثنين او بيكا ومجدي بيكا، لا حمو، ثانيه واحده، حمو ومجدي، ثواني يا مرت، ثواني معلش، انا اسفه انا غلطت في اسامي النجوم، بعتذر معلش، انت عارف ثقافتي مش اللي هم بيكا اللي هو حمو او مجدي اللي هو شطه يعني. طيب خلينا مع التساؤلات، هل فعلا احنا اللي بنعمل الترند زي ما بيقولوا؟ هل الاعلام والصحافه احنا سبب الترند، ولا في احداث واشخاص هم بيفرضوا نفسهم؟ على فكره الترند على السوشيال ميديا فضيحه بتبقى ترند، احنا يعني مش بمزاجنا. ممكن انا بعتذر حد يحط شيء اباحي جدا على اليوتيوب ويبقى ترند، ودي الاهتمامات. يعني الاغنيه انتشرت نجحت، او لو ما كانتش الاغنيه دي انتشرت ما كناش عرفنا حمو، او ما كناش لقينا ولادنا وما نقدرش ننكر بيسمعوا الاغاني دي. وطبعا احنا بص بنقعد نستنكر ونتحسر على ايامنا وعلى الفن والزمن الجميل، وازاي انه وصلنا للانحدار ده، حين الانحدار ده احنا وصلنا له من زمان برضو. يعني ما في مسلسلات وفي افلام وفي اغاني، وكان في وقت من الاوقات من سنتين ثلاثة الترند هو الأسطورة، مش الأسطورة الحقيقية، الأسطورة المزيفة. احنا عندنا أسطورة حقيقية، المنسي ده الأسطورة الحقيقية اللي أنا أعرفها في حياتي، لكن ده اللي حصل. والسؤال هنا اللي بيفرض نفسه، هل تجاهل ما أطلق عليهم مطربين هو الحل؟ طب أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن إلغاء حفلة مش حل، مش حل. طب الملايين اللي بيسمعوهم الملايين في الاحياء الشعبيه، واحنا عارفين احياء مصر الشعبيه عامله ازاي وافراحها عامله ازاي، والشادر بقى والصواني الكبير، وعارفين كم مش عايزه اتكلم عشان محدش يزعل، بس ده اللي موجود. هما من حقهم يختاروا اللي بيسمعوه. طيب هل اهالينا في الاحياء الشعبيه لقوا فن بديل يصدقوه؟ ما هو انت لازم تشوف توصل ازاي للناس، الوصول للناس
شيء مش سهل. بلاش مهرجان الموسيقى العربية شغال بقاله كام يوم ومليان نجوم، مش قادرة أقول لكم ليه صوتهم ما بيخرجش بره الأوبرا؟ ليه صوتهم مش في الشارع؟ هنلاقي نوعية معينة. عشان كده لازم نفكر في الموضوع بـ 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 بطريقة أفضل. هل لما طبعا أمير الغناء العربي وبشكره جدا على تدخله بعد الفيديوهات اللي احنا مش هنعرضها لغى الحفلة بتاعت بيكا، هل دي كانت هتحل الموضوع؟ طب ليه ما نشوفش أي مطرب بيطلع ونحاول إن احنا نشوف هو ازاي يقدر ينتمي للنقابة؟ ما نحاول إن احنا طول عمرنا كمصريين بنحب الأغنية الشعبية كلنا، من أيام طبعا النجوم بقى العظماء رشدي والعزبي، وبعدها بقى دخل طبعا عدوية ودخل جيل جديد وحسن الأسمر والفنان حكيم، يعني ربنا طبعا يديله الصحة والعافية. كل دول احنا بنحب الأغنية الشعبية، بنحبها وكل الطبقات بتسمعها، مش بنتكلم بس على الناس في مناطق وفي مناطق، كل الطبقات بتسمع الأغاني دي، كل الناس بتسمع الليسي، كل الناس محدش يقدر ينكر ده. لكن هي الفكرة كلها هل تجاهلهم هو الحل؟ أكيد لا. أماكن الحفلات اللي احنا دايما بنقعد نتحصر على حالنا فيها بتضم 500,000 واحد، بس ده ما بيوصلش للشارع. وطالما الأغاني دي ممكن ناس يقولك هي أصلها ما فيهاش إسفاف أو ابتذال، طيب كويس، ما احنا مش من حقنا هنا إن احنا نجبر الناس إنها ما تسمعهاش. احنا لازم نختار هما ممكن يسمعوا إيه أو إيه اللي ممكن يقدر يوصل لهم. ده غير إن احنا عندنا انحدار في الذوق العام، عندنا مشكلة حقيقي نفسية. اللي حصل في الفوضى بتاعت السينما والدراما والأغنية خلت الجيل اللي طالع بالنسبة له بيبص للحلق شعره مش عارفة القص ازاي وماسك ايه وايه وايه وايه، ده كان جزء من اللي حصل فيه تأثير على الذوق العام. انحدر الذوق العام. يعني زمان كانت ست ام كلثوم تطلع في حفلتها اول كل شهر، الناس طبعا اللي حاضره الحفله شيك وفساتين وبدل وجمال رهيب. انت طبعا ممكن تسال على فكره حد من الاجيال الجديده دلوقتي تعرف ام كلثوم، ممكن يقول لك انا ما اعرفهاش، ممكن يقول لك ما اعرفش مين كوكب الشرق، ممكن يقول لك ما اعرفش، ده حقيقه. وكانت الناس اهالينا بقى وجدودنا زي ما كانوا بيحكوا لنا يقعدوا حوالين الراديو مستنيين اذاعه الحفله، ده كانت الناس كده جوه وبره. احنا شرايح كتير قوي ومحافظات مصر مليانه قوي، ولسه زي ما قلنا على فكره بيكا وشطه مش هيكونوا اول ناس ولا اخر ناس، وزي ما حصل قبل كده هجوم على اوكا وأورتيجا، وزي ما حصل على ولاد سليم اللبانين ومفيش صاحب بيتصاحب يا محمد صلح لي ومفيش صاحب بيتصاحب والكلام ده. ف وكل ده بيطلع. فكره المنع مش الحل، ولا احنا اللي بنعليهم ترند. انا عايزه اقول لكم ان شطه بيقول واحد زميل صحفي راح يعمل حوار معاه قال له استنى نزل الكاميرا يا باشا، ده الزميل كاتب الصحفي كده بنفس اللغه اللي انا بقولها بنفس النص، 10,000 جنيه الاول. قال له بس الصحافه ما بتدفعش فلوس، والحقيقه احنا عمرنا ما دفعنا فلوس، يعني انا خارجه مدرسه الصحافه ما كناش بيدفع فلوس لحد بنعمل معاه حوار خالص، حقيقة ولا بندفع فلوس هنا للضيوف. قال له 10,000 جنيه، قال له ما فيش، قال له مش خدت واجبك يلا بقى. الناس دي على فكره ما بتعمل قنوات واليوتيوب بيشجعها، ما اليوتيوب لما القناه بتاعته بتعلى بيدفع له فلوس.
فالموضوع بقى سبوبة بكامل بقى الشيء الهيئة والشكل وكل الحاجات اللي ممكن تكون مثيرة للاشمئزاز. لكن بكل أسف ده اللي احنا وصلنا له. هتعمل ايه عشان ترتقي بالذوق العام؟ دي مسؤولية مجتمعية كبيرة. ده هيرجعنا لكلمة قالها الرئيس، المسؤولية المجتمعية، بناء الإنسان المصري. مش تقدر تعدل الذوق العام من غير ما تبنيه. وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين ان احنا نعيش في برج عاجي او نتعامل بطبقية وننسى الناس التانية. اللي هم محتاجين كلام بسيط. عشان كده بقول انه النقابة محتاجة تحتضن المطرب الشعبي طالما ما بيغنيش بابتذال، وتوجهه مش ننفره. مهما شلنا 200-300 حفلة، وبالمناسبة الممنوع دايما نقول لك الممنوع مرغوب، فاللي ما كانش كان بيسمع عنه يسمع عنه بعد كده، واللي ما كانش عارف يحضر له حفلة بشكل قانوني هيروح يحضر له حفلة في فرح. مش تقدر تمنعه. قنن وضعه بس، وهو هيبقى ظاهرة وهتنزل مع الوقت. الطرب الحقيقي والفن الحقيقي هو اللي بيصمد، هو اللي بيعيش.